السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس في النحو وهو التوكيد. توكيد من التوابع. يعني إيه من التوابع؟ يعني بيتبع الكلمة اللي قبليه في جميع حركات الإعراب. توكيد عندي إما لفظي أو معنوي. اللفظي يعني أنا بكرر الكلمة عندي، سواء الكلمة اسم أو فعل أو حرف. أما المعنوي فالمعنوي بكله بعض الألفاظ. نبتدي بس في التوكيد اللفظي الأول. التوكيد اللفظي أول حاجة، الغرض من التوكيد إيه؟ واحد، تقوية المعنى، حمل المخاطب على الإضاءة والاهتمام وخوف النسيان. طب تعالوا نطبق الكلام ده. يبقى التوكيد اللفظي قلت إن أنا بعيد الكلمة سواء لفظا ومعنى أو معنى بس. لفظا ومعنى زي مثلا اقول حصدت القمح القمح، انا عندي الكلمه اتكررت باللفظ والمعنى، اللفظ هو نفس المعنى. طب معنى بس، لما اقول هذا ليث اسد، ليث واسد اتنين نفس المعنى، مراد بيه حيوان معين، ولكن اللفظ اختلف. طيب لما اجي اعرب يميس اعرب ازاي؟ اقول مثلا حصدت القمح القمح. حصد فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، القمح مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، القمح التانية بقول توكيد لفظي منصوب علامة نصبه الفتحة. ايه ده يا ميس، احنا اعربنا نفس الاعراب؟ ايوه، ما هو عشان من التوابع بعربه نفس الاعراب، يعني بيتبع اللي قبليه. عن القمح التانية اتبعت القمح الاولانية او الكلمة الاولانية في جميع حركات اعرابها، يعني لو منصوبة توكيد هيكون منصوب، لو الكلمة اللي قبليها مرفوعة توكيد هيكون مرفوع، لو الكلمة اللي قبليها اللي هو بنسميها المؤكد، الكلمة اللي قبليها مجرورة هيكون برضك التوكيد مجرور. طيب لو عدت الكلمة بلفظها دون معنى، في الحالة دي ما بقولش عليها توكيد. طيب ندخل في التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي أنا عندي بينقسم لقسمين. أول حاجة، ما يرفع احتمال إضافة إلى المؤكد، ما يرفع احتمال إرادة البعض من المؤكد. القسم الأولاني للفظين اللي هو النفس والعين وشرط اتصالهما بضمير. أما القسم الثاني فليه بعض الألفاظ زي كل، كلا، كلا، كلتا، كل، جميع، وعامة، وشرط برضك اتصالهما بضمير. طيب تعالوا برضك نطبق. لما أقول قابلني شيخ الأزهري نفسي، طب فين هنا التوكيد؟ أنا خدت التوكيد لألفاظ معينة، التوكيد المعنوي لألفاظ معينة. إيه هي؟ نفس، عين، كل، جميع، عامة، كلا، وكلت. طب لما أقول نفسه، نفسه ديت من الألفاظ أو الكلمات اللي بتدل على التوكيد المعنوي، يبقى نفسي هنا بقول عليها توكيد معنوي. طيب نجا الركاب رقم 7، نجا الركاب كلهم، فين هنا التوكيد؟ التوكيد كلهم، تمام. طيب دلوقتي يا ميس لما احب عايزه اعرب، اعرب ازاي؟ نبص كده المثال رقم 8. زرت الاصدقاء اجمعين. لما اجي اعرب، اعرب ازاي؟ اقول زار هنا فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والأصدقاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أجمعين توكيد معنوي، أهي من ألفاظ التوكيد المعنوية، توكيد معنوي. ها مرفوع بقى ولا منصوب ولا مجرور؟ لا، هعمل ستوب واوصل على قبلها اللي هو المؤكد اللي هو الاصدقاء. طب المؤكد هنا منصوب ولا مجرور ولا مرفوع؟ لا، انا اعربته على انه منصوب عشان مفعول به، يبقى في الحاله دي اجمعين هتبقى منصوبه برضك. يبقى اجي اعربها ازاي؟ يبقى توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الياء. طيب عندي في الامثله بتاعتي بيقول استخرج المؤكد والتوكيد وبين اللفظ منه والمعنوي في الجمل الآتي. عندي رقم 1 المثال الأولاني، نعم نعم سافر أخوك، فين هنا المؤكد وفين التوكيد وهل هو لفظي أو معنوي؟ نعم نعم، نعم الأولانية بسميها المؤكد، نعم التانية التوكيد. طب التوكيد ده نوعه لفظي ولا معنوي؟ لا يا ميز، تتكرر باللفظ والمعنى، يبقى في الحالة دي بسميه توكيد لفظي. طيب لما أقول رقم 5، رأيت الرئيس نفسه،
فين هنا التوكيد؟ نفسه. طب فين المؤكد؟ الرئيس. مؤكد اللي هي الكلمة اللي قبل التوكيد على طول. طب توكيد قلت نفسه، طب نفسه ده توكيد لفظي ولا معنوي؟ لا، في الحالة دي بقول عليه توكيد معنوي. مش احنا خدنا التوكيد المعنوي ليه ألفاظ معينة زي نفس، عين، كل، جميع، عامة، كلا، كلتا، ونفس دي من الألفاظ بتدل على التوكيد المعنوي. طيب المثال الثاني أو السؤال الثاني بيقول ضع لفظ توكيد معنوي، هو عايز هنا حدد نوع التوكيد اللي عايزه، توكيد معنوي مناسب في المكان الخالي من الجمل الآتية: الطلاب نقط مؤدبون، هو عايز توكيد معنوي. نراجع تاني، التوكيد المعنوي ليه ألفاظ معينة، هي الألفاظ نفس، عين، كل، جميع، عامة، كلا، كلتا. طيب الطلاب مؤدبون، احط حاجة منهم، يبقى هقول الطلاب كلهم مؤدبون. طيب رقم 7، زارني المدير، حط او عايز توكيد معنوي. طيب يبقى اقول زارني المديرة، زارني المدير، يبقى أقول زارني المدير نفسه. تمام، يبقى أحط نفسه على إنه توكيد إيه؟ معنوي. يبقى زارني المدير نفسه. طيب هنا في السؤال الثالث، اجعل كل لفظ من الألفاظ الآتية توكيدا مرفوعا، مرة منصوبا، مرة مجرورا، مرة ثالثة. طيب هعملها ازاي دي يا ميس؟ هعملها كل او جميع او كلتا او جماعة او عامة، ايا كان الفاظ التوكيد المعنوي ايه، هعمله مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور، هعمله ازاي؟ على حسب الكلمة اللي قبليها. طيب تعالوا كده كلهم مثلا، خليها مرة مرفوع، مرة منصوبة، ومرة مجرور. لما اقول مثلا اجيبها مرفوع زي المثال اللي فات، الطلاب كلهم مؤدبون، تمام، يبقى في الحالة دي كلهم هتيجي مرفوعة. طب ليه يا ميس؟ عشان الطلاب مبتدأ مرفوع، فكلهم هتتبع اللي قبليها فهتكون مرفوعة. طب لو عايزاها منصوبة هقول في النصب، هقول مثلا رأيت أصدقائي كله، وفي حالة الجر هقول مررت بجيراني كله. يبقى أنا بجيب المرفوع، التوكيد مرفوع أو منصوب أو مجرور على حسب اللي قبلي. طيب يبقى أنا كده خلصت درس التوكيد، وعايزاكم تطبقوا عليه قدر الإمكان عشان يثبت معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.